والله عيب عيب، هذا اسمه عيب. عيب عند سلمى، عيب عند رغد، عيب عندي، والمفروض يكون عيب عندك بعد. والله عاد اللي سويته اسمه على مزاجي. اقول يلا امسحيه بسرعه، امسحيه من الفيسبوك الحين يلا. والله حاله هذه ما ادري ايش مفكره نفسها، امي ابوي ايش تبين خير ايش تبين؟ انتوا دائما على هذا الحال، ايش فيه؟ اتكلموا. مهما شرحت ومهما قلت ما راح تقدرون تتخيلون الموقف اللي صار، لازم تشوفونه على الحقيقه. قولي لهم طيب شو اللي صاير؟ شو اللي صاير؟ انت اهدي الحين وحاولي تشرحي لنا ايش اللي صار. رحت السي بي اس، سهيت عنها كم دقيقه الا ارجع القاها واقفت لي مع واحد مصري، تسولف وتضحك، في الاخير ضافته في الفيسبوك. المصري بتاع العجله. ايوه يا الله، طلع يتجنن يتجنن خفيف دم، والله ياخذ مز بكل ما تعني كلمه مز المعنى. اي خفيف دم الا ثقيل طينه. تعالي تدرين هي ليش زعلانه؟ لانه يحسبها امي قاعده يناديها يا حقه. لانه ما يستحي. زين هو معك على الفيسبوك الحين؟ يس، وين جوالي انا؟ والله كيوت، مره كيوت وعضلات، شكله كل يوم في الجيم. عضلات هذا بدل ما تعقلونها اقول الله يخلف علينا. بس السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا. ايش تسوين؟ شوفت عينت اسوي سندوتشات حق بكره. وين كنتي؟ كنت تحت عند البنات. استركي. شو اخبارهم البنات؟ الحمد لله يما يسلمون عليك. ما رحتوا بس ما رحتوا مكان؟ ما طلعتوا؟ الا طلعنا، ساره كانت تبغى اراب وراحت السوبر ماركت. اي سوبر ماركت؟ سوبر ماركت الاحبه. هي ما نبغى نقطع الخس. ايه قطع الخس. الله يهداك. بس يما متى بنروح؟ والله ام رغد تقول على الساعة 12. ردي على المسج. يما يدي وسخة. وين التليفون؟ أنا برد. هنا. وين المسجات؟ هنا هنا فوق. هذا مسج من أبوت يقول إنه بيجي الساعة 4 يوم الأربعاء والثلاث. طيب يا يما ردي عليه مسج يوصل بالسلامة ولا ينسى أغراض اللي وصلت عليه. والله أنت ردي عليه، أنا مو بردتن عليه. ألو. ها يا رغد، خلصت من الفيسبوك؟ لا انا رجعت شقة. وش فيه؟ لا ماني بجاية. قولي وش فيه؟ رغد؟ وشو؟ متزوج؟ من 5 شهور؟ ولا حسينا. انت متأكدة؟ الله يهديك يا يبا. وش اقول لهم الحين؟ خير؟ ايش فيه؟ وش لا تقولين وش اقول لهم الحين؟ رغد اكلمك بعدين. لا ماني بجايه، اشوفكم بكره. يلا. ايش فيها رغد؟ وبوت فيه شيء؟ ايش فيه؟ Thank you.
الله يصبرني ويصبرني بعدنا على الفراق. ما اقدر اتحمل اكثر، لحد متى راح اتم على هالحال؟ وش قصدك؟ قصدي لمتى راح تخبيني وراح تخبيني عن زوجتك وبنتك؟ اخبيت؟ مو هو باتفقنا ان ام عليا ما تدري؟ ايه اتفقنا، بس اتفقنا انها ما تعرف بالزواج. لمتى انا راح اظل سر في حياتك كذا؟ يا بنت الحلال، والسر في حياتي انا، بس ما بيها تدري وتسبب لنا مشاكل. والله انت عارف ان مصيرها راح تعرف، وتجي منك ولا تجي من الغريب. ها وش قصدك؟ والله انت عارف قصدي، كلام الناس واجد، واذا ما وصلها اليوم راح يوصلها بكره، فتجي منك احسن. وبعدين وش بتسوي هي؟ ندى، لا يكون بتقولين لها ولا بترسلين لها احد. انا؟ ليه؟ انت تعرف ان انا ما اقول شيء من غير علمك. وبعدين اصلا وحتى لو بتعرف وش راح تسوي؟ انا ماني بخايف من شيء، بس بعد انا ما ابي اضايقها وهي في الغربه، وكل شيء وله وقته. اصلا انا اللي خايفه، انا اللي خايفه ان هي تصر عليك بكلامها وتطلقني وتسمع كلامها. تصر علي طلقت؟ بلات ما تعرفين ام عليا زين مثل ما عرفتها. اذا عرفت وش بتسوي اصلا؟ الله اعلم. وبعدين انا قلت حق اخوي انك راح تشتري سياره لبنتك جديده وتضايق. يتضايق؟ وهو وش دخله؟ لا يكون ان شاء الله شاريها بعد بفلوسه. لا والله، انت تعرف اخوي هو ملتزم كثير وضد تحرر المرأة. ضد تحرر المرأة؟ أشوفك فرحانة وأنت تقولينها. قولي لأخوت كل واحد له شغل في حريمه. بنتي وبكيفي أشتري لها سيارة، طيارة، أنا حر. ولا بعد هو ضد تحرر الرجل؟ اقصد ضد تحرر المرأة. وليه؟ وش فيك تضحك؟ ليه وش قايل انا؟ وش فيه تفكيري؟ لا ابد، ما قلت شيء، كلامك وانت اخوت كله درق. تعالي امزح معك. تعالي يا بنت الحلال. ها ايش قلتي؟ انا موافقه، مره عجبتني الفكره، واللي مو عاجبه يخبط راسه في الحيط. وانت يا ساره؟ وانا بعد موافقه، مع اني ما ادري ايش السالفه بس شكلها تحمس. مو مشكله، انا بشرح لك. ايش اسم الاغنيه عشان ادور عليها؟ اسمها You Don't Own Me. زين، احنا عندنا احتفال بالجامعه سموه يوم الثقافات. طبعا انا رحت وقلت لهم اعطوني يوم وخصصوا لي فقره عن المراه السعوديه. الله، مثل هذيك المره نوقف كذا ونقعد نتكلم للعالم ونسولف لهم عن المراه السعوديه ونشلخ ونكذب عليهم؟ فلا، احنا ما شلخنا عليهم، وهالمره بيكون غير. كل واحد على حسب ذوقه هو وكيفه، يبغى يسوي فقره غنائيه، يبغى يسوي فقره تمثيليه، او عادي يقدم برزنتيشن. وناسة، مسرح، وجمهور يصفقون لي. اوكي، بس وش فقرتنا احنا؟ احنا بتكون فقرتنا غنائية تمثيلية، رح نكون فيها انا وانتي وسلمى ومحمد. حلو، يعني انا ومحمد نغني وانتم تمثلون ولا شلون يعني؟ لا، شيء احلى بكثير، بس عاد ما حيمدينا غير اسبوع واحد نتدرب فيه، فلازم بسرعة. صراحة واو، كلمات مرة قوية. طيب وريني.
صباح النور والسرور والفل والياسمين. يا عيني يا عيني، ان شاء الله دايم كذا رايقه، فطور وفل وياسمين وفيروز بعد. اما انا حلمت لك حلم امس يا رقوده، صحيت منه وانا مبسوطه ومبتسمه على الاخر. خير ان شاء الله، ايش حلمتي فيه؟ حلمت يا حبيبتي انك انتي عروسه ولابسه فستان عرس وعلى الكوشه، وما شاء الله عليك تاخذين العقل لا اله الا الله. ماما متأكدة هذا حلم ولا واحد من أحلام اليقظة؟ لا حلم. لا وقولي لي، من جنبك على الكوشة ماسكن بيدك وفي نفس الوقت قاعد كذا لابس مبشت، بعد هو ما شاء الله عليه طلتن تاخذ العقل. الله يستر. مين؟ فهد. أنا بروح أسوي شعري أحسن عشان ما نتأخر عن فايز. تو الناس اقعدي، ما تبين تسمعين بقية الحلم؟ اللي قصدك ما بيسمع بقية هالكابوس. وبعدين ايش السالفة؟ من امس وانتي كلها تطرين بفهد، فهد وفهد، خلاص يا ماما انسي. حبيبتي انا نسيت من زمان، بس هو ما نسى. ما نسى؟ وانتي ايش دراك؟ قابلته بالصدفة. يا حرام، حالته تحسن والله والله يا رغد، والله يا حرام قاعد يترجاني ساعة. لحظة لحظة، شفتي؟ بالصدفة هنا بفيلادلفيا؟ في الداون تاون. المسكين يا حبيبتي والله لو تشوفينه حالته تحزن، يقول بس أبي أقعد معاها، أبيها تفهم مني. هو يقول إنك أنتي ظالمته. حبيبتي ورا ما تقعدين معه وتشوفين إيش عنده. ماما من جدك؟ أقعد معاه وأفهم إيش بالضبط. خلاص اللي صار صار والموضوع كله صار ماضي بالنسبة لي. حبيبتي لا يكون قلبك قاسي. نسيتي فهد خلاص واللي سويتيه عشان فهد؟ الحين خلاص ما تبين تسمعين منه شيء؟ يمكن انك انت ظلمته يا ماما، واللي سمعتيه عنه مو بصحيح. ضحك عليك يا ماما بكم كلمة، ترى هذا واحد نصاب وكلامه كله كذب في كذب. رغد عيب عليك، يضحك علي بزر انا؟ انا ما قلت لك صدقي، انا اقول اسمعي منه، يمكن عنده دليل يثبت انه مظلوم معك. افهمي منه وبعدين انا بكون معكم. يا سبحان الله، وهذا الدليل تو الحين يطلع. يا ماما بليز خلاص انسي السالفه. ليه انسى السالفه؟ انت ليش عنيده كذا؟ مبسوطه انت راكضه ورا هالبزر ذا من مكان لمكان وناسيه انت بنت مين؟ وبعدين فهد احسن مليون مره من هالمحمد اللي انت طايرتن بيه، اللي ما له اصل ولا فصل. يو يا ماما. يا يما علي لا تنسين دلال القهوة والشاي، وحطي بيالات وفناجين. حطيتهم يا يما، حطيتهم. خالتي؟ اوف مسوية أكل المصحة كلها؟ يا يما احنا ايش كثرنا ثمان؟ يلا يجزينا. ضحكتوني، كنا رايحين فسحة، مو نزور مريض. اوه جلو شايفة أخوي محمد، ماسك العود تحت، كأنه رايح كشته مو رايح يزور مريض. شكلهم ما راح يدخلونا. وليه ما يدخلونا؟ إلا بيدخلونا غصبا عنهم. يلا يلا الحقوني. يلا يا يما. بسم الله الرحمن الرحيم، افتحي لنا الباب. أما خالتي شكلك واحدة راح تجاهل ما تزور مريض. Forgive us for what we have done. We're young, we're young, we're young. Oh, forgive us for what. I'll see you later. Okay, bye. بعد كانك سامع. عليا نو نو نو. هلا هلا فهد، هلا حبيبي، شلونك ابوي؟ الحمد لله بخير خالتي، ايش اخباركم؟ اخبار فايز؟ ابشرك الحمد لله بخير. انت ايش تسوي هنا؟ هو رغد عيب، انا قلت له يجي يزور فايز. وليه اليوم بالذات؟ وليه مو اليوم بالذات؟ هلا هلا يلا حيهم، ليه مكلفين على نفسكم يا جماعه؟ لا ما في كلافه، الله يسلمك، ما في شيء. خالتي هذا محمد اخوي.
ايه اهلين. هذا فهد خطيب رغد. بالمبارك يا بنيتي، الف الف مبروك. مبارك على ايش يا خاله؟ ماما ايش هالكلام؟ تستحي بنتي، تستحي من الخطبه. يلا يلا فايز انتظرنا، يلا امشوا. امشي حبيبي، امشي يا فهد، امشي. خطيبك؟ لا طبعا. شو اللي لا طبعا؟ امك قالت كان خطيبي. كان خطيبك؟ متى كان؟ يو يا محمد تحقيق هو. عليا قلتي شيء لأمك؟ أنا ما قلت لها بس هي حاسة. خلاص يا عليا والله كذا إنها بتحس. مو أنتي قلتي بتكلمين أبوك قبل تكلمينها؟ مو قادرة، كل ما أشوف أمي العبرة تخنقني غصب عني والله. ما عليك حبيبتي، مو بيدك. يلا خلينا نروح لهم قبل ما نتأخر. إلا ما قلتي لي ايش سالفة خطيبك؟ والله ان علمي علمك. يلا مشينا. تعالي يا رغد، سمعت ايش قالت عنك سارة؟ سارة؟ بعد وش قالت؟ تقول انك مغرورة وشايفة حالك، وانا بصراحة اوافق هالرأي. حرام عليكم، انتوا تدرون بس انه انا ما اخذ على الناس بسرعة. لا يا شيخة، نسينا اول يوم قابلتيني فيه مسوي نفسك اجنبية وتتكلمي معي انجليزي عشان تصرفيني. في احد اصلا يقدر يصرفك؟ محمد ايش رايك بالموضوع؟ مغرورة ولا لا؟ وليه محمد يعني؟ انا اكثر واحد يعرف رغد. لا محمد شهادته في رغد مجروحة، لان كل شيء تقوله رغد يقول تم وزين. وانت وين كنت تدرس يا محمد؟ انا في المعهد ادرس انجليزي. توك لسه الطريق قدامك طويل. ليه يا فهد؟ وانت كم صار لك بالجامعة؟ 6 سنين؟ ولا يمكن 7؟ صحيح صحيح يا فهد، انت دارس معاي الجامعة. انا قلت انك بديت بالماستر الحين. المفروض، بس صارت لي ظروف اخرتني عن الدراسة. شخص عزيز علي تخلى عني بسبب كلام الناس. والله يا فايز إن نفسيتي كانت في الحضيض وحياتي كلها قلبت فوق تحت، ما هي بس الدراسة. الله يسامح اللي كان السبب، بس إن شاء الله أمور بدأت تتحسن. لا 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 لا، زعلتنا عليك بصراحة. يلا الله يهدي النفوس. المهم ترى الأسبوع الجاي في حفلة في جامعة رغد، وإحنا بنقدم فقرة تمثيلية غنائية أنا سلمى ورغد ومحمد، لا تفوتكم. إيه أكيد بنحضر الفقرة. وين وش بيكون دورك انت يا محمد؟ محمد بيمثل دور زوجي. لا لا، زوجي قوية، يبي لها موهبة في التمثيل وقدرة على الإقناع. طب ايش رايك انت يا فهد تعطيه كم من درس؟ ادريبك خبير بالتمثيل والقدرة على الإقناع. عليا مين معكم؟ يا خالة هذه بالقوة رضيت اصلا تتصور بالنقاب حقها، تبغيها ترقص وتغني. يا حليلة يا حليلة. ترقص بالنقاب؟ ودك يا يما انت بعد ترقصين. عليا سمي، ما سمعتك. اي اكيد اكيد ما بتسمعين، سرحانه ما انت بمعنى. طيب محمد ايش رايك تغني لنا؟ بالله يا محمد غني لنا ام كلثوم سيره الحب. لا عاد، انا طالبه من محمد اغنيه، اول يغنيها اغنيتي وبعدين يغني سيره الحب ونبغى الاطلال. ابشري. ليه أحس إني وأنا أشوفك غريب؟ قلبي الليلة بهمة ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وازعلي، باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد تلقاه بمكانك بخلي. يبغون منك سيرة الحب بعد. أغني سيرة الحب بعد؟
أنا ما أبي شيء. طول عمري بقول لا أنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي معرفش ازاي انا حبيتك معرفش ازاي يا حياتي من همسة حبي لقيتني بحب ولقيتني بحب وادوب في الحب وادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه. أسأله أمس وصل متأخر وجلس هو وأمه يسولفون وما ناموا إلا من كم ساعة. طيب مسكينة خالتي خليها تشبع منه سوالف. الله يسترش بتسوي إذا درت. وش أسوي؟ وش رأيك ما أسكت عن الموضوع وخلاص؟ نعم؟ شلون يعني تسكتين؟ ما أدري أحس إن ما ودي أقول لها وأضيق صدرها. أمس قاعدة أشوفها مبسوطة وتنكت مع أبوي. وبيني وبينكم صراحة أحس حتى أمي ما ودي إني أقول لها، يعني أمي نفسها هي ما تبغاني أقول لها. وكيف ما تبغاكي تقولي لها؟ يعني واضح على أمي إنها شاكة بالموضوع، وتعرفون أمي إذا شكت بشيء تسوي له تحقيق طويل عريض، وهالأيام صايرة تتجنبني، ما تسألني إيش فيني. وبعد هالأغنية اللي غنيتيها أنت ومحمد خلني ما بين شكي ويقيني. خليني ما بين شكي واليقين ماما، كملي. اللي هي وأنا والله العظيم محتارة. محتارة؟ وين التهديدات والكلام اللي من قبل؟ إذا جاء بقول له يا أما تقول لها يا أما ترى أنا بعلمها ومسوية فيها قوية شوفك خلاص خقيتي. طيب تتوقعون وش بتسوي؟ أكيد حتطلب الطلاق. الطلاق من أبوي؟ لا يعني قصدي يا يطلق الجديدة يا يطلقها هي. لا لا ما أظن. خالتي بدرية انت عارفتها عندها كرامة بس أتوقع أنها يعني بتغسل يدينها منه. طيب وش أسوي؟ لازم تكمل على نفس الخطة أمك لازم تعرف. طيب كيف أفاتح أبوي في الموضوع؟ عادي فاتحي بمزح يعني عارفة شلون؟ هاي بابا شخبار ندوش؟ ها بتعلم ولا أعلم؟ سارة أنت ما تقدرين تسلم مرة واحدة في حياتك جادة كله مزح؟ طيب انا وش اسوي؟ والله مليت من هالموضوع، ما عندكم سيره غيره من كم شهر؟ خلاص استرجلوا وارضوا بالامر الواقع، الرجال تزوج وانتهى الموضوع، كلامنا هذا كله ما بيغير شيء. استرجلوا ها؟ اذبحك انا ايش اسوي فيكي؟ حبيبتي خلينا الرجوله لك انت على بالك ان هذا واحد من اللي تكذبين عليهم بالتليفون ولا بالفيسبوك؟ حبيبتي هذا زوجها من 27 سنه. يا اختي خلاص كفايه عليها 27 سنه ما شاء الله خلاص خلي العروس الجديده تنبسط فيه كم سنه. ساره خلاص انا طالعه. اعتبروا البيت بيتكم اسرحوا وامرحوا. وانا كمان طالعه. وشو انا طالعه وانا كمان طالعه؟ وين على صباح الله خير وين رايحين؟ انا عن نفسي بروح الجامعه المكتب الانترناشنال اوفيس هناك وبشوف المواد اللي يمكن اسجلها. بس اسالي هذه اللي من الصبح قاعده تحرق في شعرها. سمسم وين العزم ان شاء الله؟ عندي اشغال في الجامعه لازم اخلصها. ورايح معك هشام ولا؟ انا ما قد شفت سلمى تستشر شعرها بهالاتقان ما شاء الله وش هالزين. اقول استنوني انا رايحه عند امي بقول لها اني بجي معاكم عندي تطعيمات وتحاليل بسلمها للجامعه. علاوي
شوفي انا بقول لك من الحين اذا ناويه تجين معاي تحطين لسانك بفمك ونصايحك توفرينها، ما ابي اسمع شيء. خير ان شاء الله، وين ناويه تروحين؟ بروح اشوف بياخذ فيني جوله في الجامعه. من المصري اللي قابلتوه في السيفاس؟ هيا سويرة، انا ما ابغى اتاخر. دقيقه، ما شاء الله عليك مداقي كذا، الامور فوضى كذا، انا اخر من يعلم. مالت عليكم، افتحي يا سارة. ما نبيك، روحي بيتكم. خلصينا، افتحي يلا، شعري حينشف. ما راح افتح. عمى يا سارة، درجة تنكسفين؟ يا حياتي انت الشمس لما تشوفك تنكسف. طيب ممكن نتكلم جدية شوية؟ جدية؟ ليش الكلام اللي انا قاعد اقوله على بالك مزح يعني؟ والله شكلك انت حتضحك علي بكم كلمة، كمان ما حتجيب لي هدية قبول الجامعة. بس تعال، فين المفاجأة اللي تبغى تسوي لي هي؟ يا حبيبتي انا وعدتك، اوكي؟ بس اعطيني يوم كذا ارتب المفاجأة، صدقيني حتقضي الليلة والله ما حتنسيها في حياتك. حفلة؟ لا لا لا، ما في أسئلة، لا تحاولين تستدرجيني. لا يعني لازم أعرف عشان مش ألبس. يا حياتي أنت تحلين اللبس. هو كلامك كله كذا يعني غزل وغزل وغزل، ما في شيء تاني غير الغزل؟ ليش بالله في أحلى شيء في الدنيا من الغزل وكلام الغزل؟ طيب وكنت بتغازل زوجتك كمان؟ ما أظن. لازم يعني كم كلمة من تحت لتحت؟ وليه من تحت لتحت؟ بس أنا صراحة مستغربة، يعني لو أنت زوجي وشخصيتك الحلوة وكلامك الحلو هذا ما أسيبك. لو أنا إيش؟ أمانة عيديها. أنا قلت لو. لو إيش؟ حلوة من فمك. لو زوجي. يا ليت. طيب ممكن نتكلم دحين جد؟ يعني صراحة أنا ماني مقتنعة بالسبب اللي انفصلتوا فيه. يعني أنتوا كيف قادرين كده تعيشوا؟ أنا بالنسبة لي حاس إني متزوج وماني متزوج. أعزب. يعني اللي يربطني فيها العيال وبس، لا هي عليها مني ولا أنا علي منها. طيب لو شفتها قاعدة في مطعم مع واحد زينا احنا كده عادي؟ ايش؟ سلمى ايش الكلام هذا؟ هذه ام عيالي، سمعتهم من سمعتهم. بعدين هي مالها بهالحركات؟ اي حركات بالضبط؟ يعني هي ما عندها مشاعر؟ ما تبغى تحس في احد ولا احد يحس فيها ولا يهتم فيها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت فيك شيء اليوم؟ ناوية تنكدين علي وخلاص؟ لا يعني انا ما اقصد، بس أحس زوجتك مظلومة في الزواج حقكم صراحة. مظلومة؟ ليه مظلومة؟ عندها بيت كبير عريض باسمها، ورواتب الشغالة والسواق أنا اللي أدفعها، ومصروف كل أول شهر يوصل لجيبها، ومصاريف العيال والمدارس أنا اللي أدفعها، ومظلومة؟ هذه أشياء مادية ما بتكلم عنها، بتكلم عن أشياء تانية. وبعدين ريما بتدرس هنا وهي الحالة ما عندها أحد. يعني وهي شكت لك الحال؟ هي مبسوطة كذا؟ يعني دائما تقول لي أبي أعيش حياة هادية، في أهدى من كذا؟ طيب لمتى ذا الوضع هيستمر؟ ماني فاهم. يعني أفرض واحد فيكم يبغى يتزوج. حصة تتزوج؟ لا لا لا، هذه قوية صراحة. طيب وانت كيف وضعك؟ انا وضعي تمام، يعني اقدر اخذ مثنى وثلاثة ورباع
حبيبتي امزح معك يعني، بعدين ايش هالمواضيع اللي قاعد نفتحها على الطاوله الحين يعني؟ انت بتبدين جامعه وبدري الكلام عن الزواج، يعني اثنيننا مرينا بتجربه زواج غير سعيده ولازم نهدي ندرس بعض عدل. الحقيقه هذه ما تزعل. مين قال لك زعلت؟ بس انا ما بتكلم على زواج، انا بتكلم على الزواج عامه. وانا صراحه احب الاشياء لما تكون واضحه. وبقول لك من الان مستحيل، يعني مستحيل اتزوج واحد ما اتزوجش. يا سلام. لا تقول لي منفصل واولاد وما اولاد، هالكلام صراحه ما يهمني ومو مقبول عندي. يعني انا ابغى اتزوج واحد اكون زوجته الوحيده. وبعدين انا ما في نقعد نضيع وقت نتعرف على بعض وبعدين في النهايه الطريق مسدود. ضيع وقت؟ اذا انت شايفه اللي قاعده اسويه ما ضيعت وقت يا سلمى، فانا اسف اني ضيعت. هتمشي؟ ايش اسوي فيك يا سلمى؟ يعني انت قاعد تقولي لي انا قاعد اضيع وقتك، يعني كذا تمشي وتسيبني؟ والله ما اقدر يا قلبي، بس انت انا جاي فرحان وطاير من الفرح اني بشوفك وبقابلك وانت داخله فيني عرض، وانت كذا تمشي وتسيبني؟ ما اقدر اسيبك يا حياتي، بس انا ماني فاهم ليه انت راكضه. يعني اذا تبغين تعرفين الطريق مسدود ولا لا، مو لازم تمشين فيه خطوتين؟ ولا انا غلطان؟ اكثر من خطوتين ما في. ترى انا نظري 6 على 6 واشوف الطريق المسدود من اول خطوه. خطوه واحده بس؟ امشي كم خطوه يا كسلانه. اطلبي لك بس حاجات خفيفة، ها؟ يعني اطلبي سلطة، ولا أقول لك اطلبي مقبلات بس، ولا تدرين عاد لا تاكلين شيء، اطلبي عصير بس. ماما ايش فيك؟ من أمس وأنت تحنين علي وتهددين فيني، فهد عزمنا على الغداء وفهد عزمنا على الغداء، لا تفشليني ولا تفشليني، والحين تقولين لي بس أطلب عصير؟ على العموم أنا المنيو كلها أبغى أطلبها وبعد الغداء بعد أبغى أحلي. عليك بالعافية حبيبة قلبي، أنا بس ودي أعرف وين تودينهم، وين يروح الأكل؟ أبي الوصفة الله يعافيك، أنا محتاجة لها. إلا فهد عمره شافك وأنت تاكلين حبيبتي من قبل يعني. ماما إيش دعوة؟ لهالدرجة شكلي مأساة وأنا آكل؟ لا تشوفين نفسك. شش جا 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 اسكتي، ترى لا تاكلين ها؟ الأكل مو بطاير. شوي شوي. السلام عليكم. هلا حبيبي. عليكم السلام، تفضل. والله كنت خايف اجي وما الاقيكم. عفا عليك يا فهد، احنا يوم تقابلنا توعدنا يعني اتفقنا، وانا وفيت بوعدي. ما تتصورين يا رغد قد ايش انا حلمت بهاليوم، اني اقعد واشوف وجهك الملائكي، وتجيني فرصه اشرح لك قد ايش كنتي ظلمتني. بدينا؟ ترى انا جايه بس عشان ماما اصرت علي. ولا اخلص هات الكذبة اللي عندك. رغد هدي شوية. ماما الكذبة؟ يلا معلش، اي شيء يجي منك انا استاهل، لاني انتظرت طول هالفترة بدون ما يجيني فرصة اشرح لك قد ايش كنتي ظلمتني. Ready to order? I'm always ready to order. Are you guys ready? انا طلبي لي زيك. يمكن ما تحبه. اكيد بحبه. بتطلبين سمك صح؟ أنا أبي سيزر سلطة مع دجاج، وأبي عصير برتقال لأني ثقلت على الفطور شوي. I'll have 2 fish tacos with cilantro, crema and a chicken Caesar salad. Drinks? 2 orange juice, 1 with extra ice. Make it 3, 2 with extra ice. Okay, that's 2 fish tacos with lime cilantro and with lime cilantro crema and a chicken Caesar salad, 3 orange juice, 2 with extra ice. Anything else? That will do for me. Thank you. Okay, I'll be right back with your drinks. Thank you. Taco. Taco. بتاكلين تاكو؟ هذا اللي موصيتك. بالعكس هذا المطعم عندهم سمك ممتاز وتاكو على مستوى. انا جايبكم على هالمطعم مخصوص عشان السمك، ولا تكون رغد كرهت السمك زي ما كرهتني.
وانت ايش دخلك بالسمك؟ وليش اكره السمك؟ نسيتي؟ نسيت ايش؟ ايش هو السمك يقرب لك؟ وليش اكره السمك اذا كرهتك؟ تذكريني من كنا بالثانوي وطلعنا مطعم، مطعم سمك، وحلفتك تاكلين سمك اذا تحبيني ولا لا، واكلتي؟ نعم 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 يا اختي، رحتي معاه مطعم وانتي بثانوي؟ ليه؟ وين كنت انا؟ انتي كم كان عمرك؟ علميني وين رحتوا بعد؟ ها؟ وين؟ ايش دعوة يا ماما تصدقينا؟ واساسا بلبنان انتي وبابا كنتوا معانا، وهو تحداني ومو حلفني بحبه على قولته، واصلا من قبل انا كنت لا اطيقه ولا هو يطيقني، ما بيننا شيء يعني، عشان لما اقول لك انه واحد نصاب تصدقيني. انا نصاب؟ انت اللي قاعده تكابرين، ولا انت حبيتيني من اول نظره؟ فهد ايش فيك؟ ايش الكلام اللي قاعد تقوله؟ وش ذي الخرابيط هذه؟ سمك وحب من اول نظره وما ادري وشو، يا اخي احترم وجودي على الاقل. معليش يا خالتي، طبعا وجودك على عيني والراس، بس انا ماني مصدق اني قاعد اتغدى مع رغد الحين. طبعا اقصد انت ورغد طبعا. لا ما تقصد، المهم الحين علمنا وش السالفه، ورنا دليل براءتك. انا تعبت وانا اسالها، هيا تعلمني. ما علمتك؟ معقوله؟ هذا ندل على شيء؟ دل انك لسه تحبيني وما تبين تسويين صورتي قدام اهلك. يا ماما والله مو قادره اتحمل، السبب الوحيد اللي مخليني قاعده هنا لحد الان هو عشانك. خليه يعطينا الزبده وبلا هالمقدمات الشكسبيريه المسرحيه. طيب طيب شوي شوي علي، مقيوله البنت طالع لامها، ما فيكم صبر. فهد اسمعي طويلات العمر،